ينضم إلينا من برلين إبراهيم كابان، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأوروبية. مساء الخير سيد كابان، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني بداية، ما دلالة هذه الزيارة لرئيس الوزراء الصيني لي تشانغ إلى ألمانيا ولقائه المستشار الألماني أولاف شولتس؟ وأيضا يعني دعني أسألك، ما هي المصلحة الصينية اليوم في إعادة ربما العلاقات مع ألمانيا أو ترتيب العلاقات معها في هذا التوقيت تحديدا؟ تحياتي القلبية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد ألمانيا هي باعتبار هي بوابة العلاقة مع أوروبا، فبالتأكيد الصين هي بعد المواقف الأوروبية وخاصة الموقف الألماني الذي كان قبل يعني وقت قصير أكد على أن الصين هي دولة معادية للقوى الغربية، وبالتالي كان الصين من المفترض أن يتحرك الدبلوماسية الصينية من أجل تجاوز هذه العقبة بالنسبة لعلاقاتها مع أوروبا، وخاصة هناك تحرك أوروبي. يعني أنا وفق مشاهدتي للمسألة واضح جدا هناك تحرك أمريكي، تحرك فرنسي، تحرك ألماني لإعادة العلاقات مع الصين، أو على الأقل التقارب مع الصين في المصلحة الاقتصادية المتبادلة. يعني الصين هي شريك استراتيجي اقتصادي للقوى الغربية مهما كانت الخلافات السياسية موجودة والخلافات العسكرية في بعض المواقع المهمة في حول العالم. وبالتالي أنا أعتقد تأتي هذه الزيارة إلى ألمانيا، وخاصة الحزب الحاكم أو التحالف الحاكم في ألمانيا هو أصلا مقرب من الصين بالمناسبة. يعني أول زيارة قام فيها المستشار الألماني بعد توليه الاستشارية كان الصين، وأيضا جذور حزب سيد شولتز جذوره الماركسية القريبة أيضا من القيادة الصينية على مستوى الحركات الماركسية العالمية. وبالتالي هذه الجذور وهذه العلاقات وهذه المواقف التي أبداها شولتز بعد توليه الاستشارية بأيام قليلة حيال الصين هي تساهم بالتأكيد في تعزيز هذه العلاقات. ولكن مؤخرا هذه العلاقات مرت بفترات قد تكون نوع من المنافسة السياسية في بعض المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الصين، وبعد يعني بعد الأمور التي قامت فيها الصين لم تكن أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد إبراهيم كابان.